نحن في المملكة العربية السعودية وفي ميدان الملك عبد العزيز في الرياض نعيش تظاهرة عالمية من خلال سباقات خيل السرعة عبر كأس السعودية. سأتكلم أكثر من ناحية اللي هو استعدادات العالم ككل. منذ انطلاق الموسم أصبح هنالك كل العالم يستهدف الكأس الأغلى اللي هو كأس المملكة العربية السعودية، كأس السعودية، من جميع دول العالم. الجميع يشاركون بخطوات تمهيدية وخطوات تأهيلية عبر شروط وضعها ميدان الملك عبد العزيز عبر هيئة الفروسية من في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر بريطانيا، إيرلندا، دول الخليج، اليابان، كوريا. المملكة العربية السعودية أصبحت الآن عبر كأس السعودية أصبح هو الكأس الأول والأقوى والأغلى ثمن، ويتواجد فيه نخبة جياد العالم في سباقات السرعة، ولله الحمد يتواجدون في ميدان الملك عبد العزيز الفروسية. نحن كملاك وكمنتجين نعيش فرحة عارمة عبر النسخة الثانية. سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان صلى الله يطيل في عمره وضعنا في الصفوف، ليس في الصفوف الأولية، بل نحن من يقود العالم حاليا في سباقات السرعة. أصبحت الوجهة للرياض، أصبح الجميع يتابع الرياض ويتابع سباقاتنا. أهلا وسهلا بالجميع في رياض الخير. طيب دكتور عزام، يعني بعيدا عن كأس السعودية اليوم، ولكن إذا ما تكلمنا بنظرة عامة، يعني من خلال سواء الاتحاد السعودي للفروسية أو نادي الفروسية، كيف تشعر ربما اتجاه الفروسية في المملكة؟ إلى أين تتجه في ظل الرعاية والدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة اليوم؟ صحيح طال عمرك. طبعا أولى خطوات التجديد، طبعا الفروسية السعودية متواجدة ولكن كانت كممارسات محلية وأقليمية. منذ أن تولى فكرة ومبادرة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بوضع هيئة فروسية، الآن أنشئت هيئة للفروسية تضم جميع الألعاب والرياضات الفروسية برئاسة سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل اللي هو رئيس الهيئة الفروسية. من تلك اللحظة انطلقت الرياضة السعودية وفق خطط وضعها سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان كخطط تطويرية 2025 و2030. كأس السعودية ولد بطلا، ولد كبيرا، وأصبح وجهة للعالم، ولله الحمد. كل هذا بدعم وإشراف مباشرة من قبل القيادة الرشيدة. نعم دكتور عزام، ما تشهده المملكة اليوم يعني من تنظيم واستضافة ربما لأضخم المنافسات الرياضية والأحداث العالمية، وهذا كأس السعودية اليوم هو ضمن عشرات الاحتفالات والمناسبات الرياضية التي رعتها المملكة، كيف تتابع مستوى التنظيم من واقع عملك أو ربما توجهك من ناحية الإنتاج وتملك الخيول؟ صحيح، هذا سؤال جدا مهم. احنا الآن كنا في السابق ننتج الخيول ونستقطب الخيول على حسب المتاح من قبل الجوائز. الآن الطموح وسقف الطموح والتطلعات أصبح عالي جدا، أصبحت صناعة اللي هي رياضة الفروسية. أصبح هناك فئة وشريحة في المجتمع السعودي تحولت من هواية إلى صناعة، أصبحت دخل ومصدر رزق. هنالك حراك اقتصادي على مستوى استقطاب ونوعيات الخيول، وهناك حراك اقتصادي على استقطاب نوعية من الخيالة، تدريب لخيالة سعوديين أصبحوا الآن مؤهلين وأصبحوا خيالة محترفين كوظيفة. كذلك المدرب السعودي كان هو موظف، وبعد ذلك يعني خارج ساعات الدوام يمارس حبه وعشقه للخيل كمدرب. الآن أشاهد كثير من المدربين السعوديين أصبحوا كالعالم مدربين محترفين. طبعا إحنا كملاك هاوين محبين في هذه الرياضة، ولكن سؤالك جدا مهم. الآن لن نتواجد إحنا كملاك سعوديين في الخارطة ما لم يتغير طريقة تعاملنا مع هذه الرياضة واستقطاب نوعية، لأن سمو سيدي وفر الجائزة الأغلى عبر العالم. ولله الحمد الملاك والمدربين السعوديين متواجدين حاليا، وسيتم تطوير الخيالة والمدربين المستقبل بإذن الله.